أي جامعة؟ أدخل تاريخ 21. حصلنا الزيارة اليوم راح الساعة 8. عقب ما دخلونا في الغرفة بعد مكتوب عليها انتظار الموقوفات، الشرطة النسائية كانت فوق واحد ونص أصوات زجاج يعني. أنا وكنت وأمه وأنا وأولادي. سمعت إنهم الحين جابوا ناجي، لأن قالوا هني ناجي هني. كان هني هي فوق الكابينات خشبية يعني فيها عتبات ركب. وأول ما دخل كان عيونه طالع على برا ما يشوف، بس ماسك الباب حاول يطالع منهم في الغرفة أو الإضاءة ما يقدر عليها يعني، بس يحاول يركز منهم موجود. أخذت أمه وضمته وضمنته وسألته عن صحته، قال زين ما فيهم ما في شيء، ما عذبوه قال ما في شيء. بس أنا يوم قعدنا هو يحاول يدور الكرسي أي وين يقعد، مع أن الحجرة فيها كراسي بس كان متحير وين يقعد. أول ما قعد قلت له ناجي هذا مو ثيابه، قميص اللي عليه مو ثيابك، البنطلون اللي عليه نفسه اللي شفته في يوم النيابة اللي طلع في الإنترنت نفسه اللي أخذوه يعني وحطوه على شفته هذا نفسه. قال هذا مو مالي، أنا ما عندي ثياب، واحد عافني إياه الحين. قلت له ناجي جايبة لك أني ثياب، يوم اللي انضربنا في النيابة يعني ما قلت يوم اللي انضربنا، بس قلت له يوم اللي رحنا هذا جايبة لك ثياب، يقول ما وصل يجي وقت السباحة أنا ما عندي ثياب، يعني لليوم ما سبح يعني، بس ها واحدة الحين لبسها هي. قعدت وحاول يعني أسأل عن، ما تكلمت، هو أشر علي يبغى يوصل رسالة للجميع، أشر علي بعيونه يقول لي لليوم صبح، عيونه لليوم صبح، يعني تأثير عيونه من نظرة برا يعني. وضغط على ايده اساله هذا يعني، قال لليوم. قلت له انت بوين ويا من هو قاعد؟ قال انا بروحي ما ادري يعني بروحي. قلت له اي قد مساحه اللي انت قاعد فيها؟ قال مترين في متر يعني. ما سمعت اي ما سمعت صوتنا امس الفوضى اللي احنا سويناها برا في النيابه، حتى مكبرات الصوت كنا يعني ناديكم بسانيكم، كل ما سمعت انا ما اسمع لا اسمع لا ارى لا اتكلم يعني ممنوع. فكان اذا يبغى يتكلم يقول شيء ثاني هو يرتجف، هو يحط ايده كذا على شوف الباب اللي واقف يرتجف، هو يقول لي اشياء يعني يقول. اعطته بنت العصير اخذه وهو يرتجف شربه سريع سريع يعني، حتى حس انه بروحه يعني بالشربه يعني هو يرتجف فيها. سالته بعد عن الأكل، أقول له والوجبات، والوجبات قال أشر علي بعيونه حتى ما يحس بالوقت، كان ارتجف ما يحس بالوقت. حتى سألني عن أولادي يقول طلعتنا دايت شو، قلت له أنا أشتغل الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي امتحانات وما يحس بالوقت. كان حكي يرتجف، كان ظهره منحني، كان يرتجف مو طبيعي، ما يركز من اولاده يعني. حتى انا اقول له غدير هذه عيال هذه بنات بنتي بنتي، كان نايمين ما قالوا، فحتى هم بناتي سابوا من عيونه طالع منها الطريقه يعني. هي كانت زياره بس 10 دقائق، وقال يعني هو قال لي كان هاني يبغى يكون بلسانه، قال كلمه يعني يبغى يوصل لي عن تعذيب. هو واقف قال في المخابر يومني اقول عن الاكل، كل خالتي دخل الاكل وياهم ناجي، قال ما في فايده ما باخذه يعني ما في فايده ما. قلت له انا فهمت يعني عليه، قلت له خالتي لو دخل وياك ياكل هذا اللي واقف اللي ما عنده ضمير واقف ولا بياكله. سمع خالتي قلت له يعني اجى المخابر اللي دخلنا يقول وش عندكم؟ قلت انا عندي خصوصيات، ابغى اخذ ارقام سريه، ابغى ارقام تلفوني او اي شيء يعني خصوصيه، حتى خالتي بهيمها يعني. فخالتي قام تقول عندهم اسرار عندهم كذي، فدخل اكثر. قال انا اعطيت زياره لناجي اكثر من وقتها، اعطيت لناجي له دفتر وقلم عشان يكتب الرقم السري، ما قدر يكتب
مثلا في هذا ما قدر ما قدر يكتب شيء، مع اني اعرف رقم السر يكتب رساله يكتب اي شيء، ما قدر يكتب الرقم. وهو واقف يوم بلد الضابط المخابر يلا قوم، وقف وقال لي ترك يوميا كهرباء، يوميا كهرباء. كان شعره طويل شكله، يعني حتى القميص حسيت لما لبسينه يا صغير عليه القميص حسيت لبسينه يغطون شيء، يعني كان هو بنفس الثياب اللي حملوه من البيت اللي طلع الانترنت في الانترنت انه عليه ثياب النوم هذا هو نفسه لليوم عليه، بس لبسه وظهر تغطيه لشيء.